فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. وأنا شهيد عليكم بالبلاغ، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالرسل يشهدون على أممهم بالبلاغ، وأنهم بلغوهم الحجة ولم يبق لهم معذرة. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة تشهد للرسل السابقين بالبلاغ، تكون شهداء على الناس. والرسول يشهد لهذه الأمة بالخيرية والعدالة ويزكيها في هذه الشهادة.